هل سوء التأمين قادر يوصل بأقساطه ل 50 مليار جنيه سنة 2022؟ انا اكون اكتر منك تفاؤل، ممكن يتجاوز هذا الرقم، وخصوصا مع زيادة الاستثمارات الفترة الجاية. الاستثمارات الأجنبية دي كلها بتحتاج تخطيطات تأمينية. ضيف لذلك مبادرة الحكومة للمشروعات الصغيرة ومتنامية الصغر اللي بتتطلب تخطيطات تأمينية. ضيف لذلك النقطة الجديدة اللي لازم الحكومة تشتغل عليها، التأمين على أصول الدولة اللي ياما نادينا بيها، بتحصل رياكشن بس بعد كل حادث، بعد حادث مثلا حريق مجلس الشعب بدأت الكلام على ليه الأماكن الحكومية ما يتأمنش عليها. النهاردة بدأت الحكومة فعليا، وخصوصا بعد الحريق اللي شب فيه المتحف الجديد، متحف الآثار الجديد، بدأت الحكومة فعليا خطوات جادة في اتخاذ خطوات وإجراءات للتأمين على كافة أصول الدولة. ده هيدي بوتنشن عالي جدا لقطاع التأمين. أصول الدولة من شركات حكومية لحاجات خدمية، كل الكلام ده لو اتأمن عليه وأصبح تأمين إجباري هتتجاوز أقساط التأمين الخمسين مليار. احنا حاليا أقساط التأمين 24 لـ25 مليار، هتتجاوز الخمسين في 22. انت المشروعات الصغيرة ومتنامية الصغر في مبادرة للبنك المركزي، ودي هتزيد من الأقساط كتير. ضيف لذلك خطة الدولة في الاستثمار، المشروعات سواء مشروعات قناة السويس، إسماعيلية الجديدة، كل الكلام ده، وخصوصا ان بيبقى استثمار اجنبي، والاستثمار الاجنبي فاهم يعني ايه تأمين. اولى خطواته للمشروع بيقول التخطيطات التأمينية شكلها ايه، لان هو في دولة فيها ريسك، انت بتتعرض لبعض المخاطر. فبيجي اول حاجة وهو بيعمل دراسة الجدوى حاطط ان لازم يأمن من بداية، حتى بداية المشروع في مراحل الانشاء بيبدأ يعمل تأمينات هندسية. فبالتالي انا متفائل جدا ان الاقساط هتتجاوز الـ50 مليار.